السلام عليكم. بدرسنا اليوم راح نتعلم طريقة تعليم الأطفال المصابين بمرض التوحد، عد الصور ومقارنة العدد مع الرقم المناسب لهذه الصور. وطريقة الاستخدام راح تكون باستخدام هذا النوع من البطاقات. طبعا هذه البطاقات ممكن احنا نعملها بالبيت، يعني شغلة بسيطة جدا، مجرد انه ناخذ ورق مقوى ونحاول انه نلصق الصور في هذه البطاقة ونكتب 3 ارقام تحت هذه الصور. واحد من هذه الارقام راح يكون مساوي لعدد الصور اللي موجودة امامنا. وايضا راح تحتاجون هذا النوع من القراصات. وطريقة استعمالها انه نطلب من الطفل انه يقوم بعد الصور اللي موجودة بالبطاقة، وبعدها نطلب من عنده انه يقارن او يقرص الرقم اللي المناسب لعدد الصور اللي موجودة امامه. وراح تستمرون بهذه الطريقة مع كل الارقام، يعني نحاول انا مثلا هنا انا عندي 10 بطاقات من رقم 1 لحد رقم 10، راح تستمرون بهذه الطريقة. وايضا راح نشوف التطبيق العملي لاستخدام هذه البطاقات. بداية ايضا راح نطلب من عنده انه يختار شيء للعمل. اوكي، Alex is working for magnet، فاختار يشتغل للمغناطيس. 5 tokens then magnet، لحد ما يربح ال5 نجوم وبعدها يبدي يلعب بالمغناطيس. Let's count. 1 2 Good counting and matching. Good job. Give yourself a star. Count and match. 1 2 Start all over. 1 2 3 4 Good job, Alex. You counted 4. Good job. Give yourself a star. Let's count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Match. Good job, Alex. Good counting and matching. I love Alex. Count and match. 1. Good job. Give yourself a star. Count and match. 1, 2, 3. Good job. Good counting and matching. Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Match. Good job, Alex. You counted 6. I love Alex. We are almost done. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Good job, Alexi. Last one. Last one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good job. I love Alex. You did a good job. Hey, give yourself a star. How many stars do you have? 1, 2, 3, 4, 5. Good job. I love Alex. وبهالحالة خلاص، بما أنه كسب النجوم 5 راح نعطيه الخيار اللي اختاره للعب. فهذه هي طريقة حساب الأشكال ومقارنتها مع الرقم. يعني أما بالنسبة للطريقة الثانية اللي أستخدمها لتعليم الأرقام، يعني طريقة عد الأشياء ومقارنة العدد مع الرقم الصحيح، هي باستخدام هذا النوع من الكتب. عندي فيديو سابق عن طريقة عمل هذا النوع من الكتب، راح أترك لكم الرابط الخاص بهذا الفيديو في صندوق الوصف إذا حابين أنه تطبقون هذه الفكرة أو تعملون هذا الكتاب نفسكم. الطريقة أو طريقة استخدام هذا الكتاب هو مجرد أنه نحاول نطلب من الطفل ونساعده على عد الصور الموجودة، والأرقام الخاصة بكل هذه الصور راح تكون موجودة هنا. فبعد ما يعد هذه الصور المفروض يعني يأخذ الرقم اللي يناسب هذا العدد ويحاول أنه يلصقه بهذه الجهة. فمثلا هنا نبدأ بالعد 1 2 3، المفروض انه راح يبحث عن رقم 3 في هذا المكان، فياخذ الرقم ويلصقه بهذا المكان. وراح نستمر بهذه الطريقة مع باقي الصفحات.
يبدي يحسب الصور وياخذ الرقم من هذه الجهة ويلصقه تحت. والآن راح نشوف التطبيق العملي لاستخدام هذا الكتاب. Okay, Alex, what do you want to work for, gum or iPad? Okay. What do you want to work for? Mm. Okay, Alex is working for iPad. Let's count. Count. One, two, three. Good job. I love Alex. Good job. Count. One, two, three, four. Good job. Give yourself a star. Count. First count. One, two, three, four. Five. Good job. You counted five. I love Alex. Here, give yourself a star. Let's count. One, two, three, four, five, six. Good job. I love Alex. Keep working. First count. Mm-mm. One, two, three, four, five, six, seven. Good counting and matching. I love Alex. Give yourself a star. We are almost done. Let's count. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Good job. Good counting. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Good job. I love Alex. Give yourself a star. Last one. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Nine. Ten. I love Alex. Good job. Give yourself a star. Now you can have your iPad. I love Alex. فإذا هذه هي الطريقة اللي أستعملها لتعليم الأطفال طريقة عد الأشياء أو عد الصور ومقارنتها مع الرقم الصحيح. فإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسون الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة إذا حابين تتابعون المزيد من الأفلام التعليمية الخاصة بالأطفال المصابين بمرض التوحد. وانتظروني على الفيديو القادم وشكرا. وهذا يعني تصوير سريع لطريقة عمل الكتاب. اللي حاب يعني يتعلم طريقة عمل الكتاب بالتفصيل أو بالقياسات المضبوطة ممكن يرجع إلى الفيديو الخاص بطريقة عمل هذا النوع من الكتب. فهنا أنا استخدمت ستامب على شكل حشرة صغيرة، وهذه الإنك باد استخدمتها ل يعني طبع هذه الصور بهذه المربعات. يعني انتم مجرد انه تعملون 10 مربعات في كل صفحة وتبدون تلصقون بها الصور او استيكرات او اذا عندكم اختام بهذا الشكل. ويعني هي هذه الطريقة اللي ممكن نطبقها لعمل هذا النوع من الكتب. فاللي حاب يتعلم طريقة عمل هذا النوع من الكتب راح اترك لكم الرابط الخاص بطريقة عملهم في صندوق الوصف.